نكثر زبدة تصير دسمة، نقلل زبدة يروح الطعم. وش أسوي؟ عرفت وش بسوي؟ اليوم راح أسوي باستا بالربيان وصلصة زبدة الليمون. دائما في هذه الوصفة لما أستخدم الزبدة لحالها أو ليمون لحالها تكون شوية شيء أكثر من شيء، بس في الصلصة الجاهزة المكونات تكون متوازنة، عشان كذا خلونا نجربها. المكونات: الربيان، ثوم، صلصة الزبدة بالليمون، وبقدونس، وسبانخ، وباستا. راح نبدأ بالزيت ونحط عليه الربيان، بنحرك شوي الربيان لحد ما يتغير لونه وياخذ هذا اللون. الحين بنشيله وبنحطه في طبق ثاني، وبنرجع في نفس الطاسة بنزود شوية من زيت الزيتون، بنضيف الثوم. أنا سويتها في نفس القدر علشان ريحة الربيان أو طعم الربيان يصير لسه موجود في الطاسة. أبحط شوية من البقدونس، ما راح أخذ كمية السبانخ كاملة، راح أخذ شوية منها. هنا بأخذ صلصة الزبدة بالليمون، وأحلى شيء في هذه الوصفة بعد إنها سريعة جداً، تشوفون السبانخ كيف تذوب مع الصلصة. والحين بضيف لها الباستا، وبعدين بنضيف البهارات. من جد ريحة الربيان معها الزبدة غير. الحين بحط رشة بقدونس للتزيين، من جد الطعم متوازن، لا هي حامضة ولا فيها زبدة زيادة. وعليكم بالعافية.